ها هي دي جهتنا تحتضن اللقاء التشاوري في سياق الحوار الوطني حول التعمير والإسكان. حوار وطني حول التعمير والإسكان. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أياد الله ونصره. هذه المشاورات اللي انطلقت اليوم هي مشاورات جهوية حول موضوع التعمير، وأنتم تعلمون بأنه هذا جانب هام جدا بالنسبه يعني للدوله عموما والمنتخبين والمواطنين والمؤسسات على بالتالي يعني نحن نتوخى من هذه المشاورات بانها تدرس بكل يعني مسؤوليه حل هذه المعضله الكبيره اللي هي معضله السكن. وانتم تعلمون بانه كذلك جهه الداخل وادي الذهب هي جهه واعده وصبحت اليوم يعني قبل الاستثمار، وبالتالي مسألة السكن مطروحة بحدة ولا بد من تكاثف الجهود وسياسة تكون حكيمة لتأخذ بعين الاعتبار، تجعل بأن المواطن يكون هو مركز اهتمامه من خلال يعني توفير السكن اللائق اللي يضمن يعني الحق الدستوري للمواطنين. الحوار يتم عبر التراب الوطني تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده. الاهداف الكبرى ديال هذا الحوار وان اليوم الحمد لله بلادنا حققت واحد المجموعه ديال المكتسبات. كاينه اكراهات جديده متعلقه بالمدن، متعلقه يعني بالتوسع الحضاري، كاينه كذلك مضامين ديال النموذج التنموي جديد يجب تنزيلها، كاين كذلك اوراق كبرى مهيكله لا بد من اتخاذ الاجراءات اللازمه من اجل مواكبتها، وكاينه حقوق جديده اللي قرها الدستور، الحق في السكن، الحق في العيش في بيئه سليمه. اشراك كل الفاعلين الجهويين المعنيين من اجل فتح نقاش واضح وصريح وفاعل وتبادل الاراء وتقديم المقترحات